نكتب disadvantages. نبدأ بالdisadvantages اللي هون. مثلا scalability. cost of storage. جيد. اوكي. مثلا هون احنا ما اخذنا سكيل فكره سكيلابيلتي، يعني على سبيل المثال اكزامبل نيوكليير مثلا فيرسز مثلا بلاش سي اس بي بي في. البي في فيري سكيلابل، فيري سكيلابل، فيري 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 فلكسبل من ناحيه سكيلابيلتي. بقدر ابني ب 10 ميجا وات، 20 ميجا وات، 30 ميجا وات. هذا فيري نون سكيلابل. بدي عادة أقرر مشروع وأبدأ بهذا المشروع وخلص، عادة ما بكبر النيوكليير بلانت، بعدين ببدأ بحجم معين وببنيها، وفترة البناء طويلة، يعني يمكن ياخذني 5 سنين 10 سنين حتى أبني نيوكليير بلانت. الـ PV very scalable. شيء ثاني مثلا في فاكتورز ما باخذها بعين الاعتبار، زي مثلا الستورج. هذا في ناتشرال ستورج، هو بطبيعته في ناتشرال ستورج. مثلا ما باخذ فكره الانترميتنس. متذكرين كلمه انترميتنس؟ شو كانت الانترميتنس؟ انترميتنس التقطع في التوليد. مين الاشياء اللي متقطعه بالتوليد زي البي في والويند؟ في حين مين اللي مش متقطع وفيري ريلايبل؟ ناتشرال جاس. ناتشرال جاس انا عندي خط، عندي انبوب مثلا واصل، او عندي ستورج وانا اخزن كميات. انت ما بدي بكون مشغل الناتشرال جاس مثلا، ما باخذ بعين الاعتبار قديش سرعه اني اجيب هذا الريسورس واحطه اونلاين. ليش انا مرات بدي ريزورس يجي عندي ويدخل اونلاين بسرعه؟ عندي مشكله، فجاه صار عندي ديماند على الشبكه. في من هذول الريزورسز من اسرعهم الديزل مثلا، فرضا من مثلا اذا عندي مثلا هايدرو باور، خلال 12 ثانيه انا ممكن اجيبه اونلاين. في حين الناتشرال جاس مثلا اذا عندي جاس تيرباين او ستيم تيرباين يمكن ياخذني ساعات حتى اشغله واجيبه اونلاين. اذا هون مثلا يعني هون ما باخذ هذا بعين الاعتبار انه في ريسورسز بقدر اشغلها اي وقت خلال 24 ساعه، وفي ريسورسز ما بقدر اشغلها غير خلال اوقات معينه. يعني مثلا على سبيل المثال سولار مثلا ويند فيرسز مثلا هايدرو. هايدرو عاده ما بقدر اشغله اي وقت خلال 24 ساعه مثلا. كمان ما باخذ بعين الاعتبار سبيد اوف ريسبونس. مثلا جيوغرافيكال لوكيشن، انا في بعض انواع من هون انا مجبور على جيوغرافيكال لوكيشن معين، انا بولد في مكان معين مش بالسهوله انقله من مكان لمكان. مرات انا مجبور انه يكون زي طبيعه الويند انا مجبور في اماكن معينه، بعدين بدي انقل الطاقه الكهربائيه من هذاك المكان لمكان اخر. لكن الادفانتجز، خلينا نشوف الادفانتجز تبعت هاي الطريقه. شو الاشياء اللي هي من الاشياء اللي بتاخذها بعين الاعتبار؟ الافشنسي داخل، لاحظ الافشنسي، انا بقول انه الديزل مثلا الافشنسي، او بقارن الكول والديزل مثلا والناتشرال جاس، الافشنسي مشموله فيه. يعني مثلا من الاشياء اللي بتاخذها بعين الاعتبار اخذت المينتنس، ما اخذت بس الكابيتال كوست،
مثلا مينتنس، بعدين تاخذ مثلا الافشنسي. كمان تاخذ بعين الاعتبار تميز بالدفعات المختلفة. مين أريح لك؟ أقول لك ادفع مليون دينار اليوم ولا ادفع مليون دينار بعد 20 سنة؟ 20 سنة. تمام. وقيمة المليون دينار بعد 20 سنة لو حسبتهم بسعر اليوم بيكون أقل. لأن أنا ممكن مليون دينار هذول إذا معي أحطهم في مكان معين أو أستثمر قيمة أقل وبعد 20 سنة يوصلوا 20 مليون. فأنا لازم آخذ باعتبار الـ value of time. هون بأخذ هذا، ولذلك إحنا هون إذا بتطلع حكينا net present cost. تكلفة اليوم إذا في إشي بدي أدفعه بعد 10 سنين بأخذه بعين الاعتبار، وناخذ إشي اسمه discount rate. فرح نحكي عن discount rate بعدين في السلايد اللي بعدها لما ناخذ المثال. مثلا discount rate ممكن يكون 80%. يعني شو يعني 80%؟ لو أنا معي مصاري اليوم واستثمرتها، أنا ممكن أفترض إنه أنا بقدر أنمي هاي المصاري 80% كل سنة. فتكلفة دفع الانفستمنت اليوم ما راح يكون زي تكلفة دفع الانفستمنت بعد 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين. وطبعا اهم شيء فيها انها it allows الأشياء المختلفة، بقدر أقارن الريسورسز المختلفة بغض النظر عن مكانها، وأخذنا كل الأشياء هاي بعين الاعتبار. لكن هاي من الديسادفانتجز، هاي من الديسادفانتجز هاي الطريقة. في أشياء معينة ما عم تأخذها بعين الاعتبار، فكرة الستورج، فكرة الانترميتنس، إنه أنا مش طول الوقت بقدر أولد في عندي إشي مور سكيور. يعني حتى السكيورتي، السكيورتي يعني إنه هذا سكيور أو مش سكيور ما بتأخذه بعين الاعتبار. السكيورتي يعني أمن، أمن هاي الطريقة الريسورس. في أسئلة على هذول؟